وللحديث أكثر حول مجريات الانتخابات في الخارج ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل سعادة السفير عبد الله بن فيصل الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا. أهلا بك سعادة السفير في نشرة الثامنة، كيف كانت استعداداتكم لجولة الإعادة؟ شكرا على الاستضافة. بداية أود أن أتقدم بأسمايات التهاني والتبركات إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك البلاد حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء المؤخر حفظه الله على نجاح العرس الديمقراطي وهذا الانتخابات عملية الانتخابات الكبيرة التي حدثت. ونحن طبعا في بروكسل عاصمة بلجيكا حضر لنا العديد من المواطنين سواء المقيمين في بلجيكا من السياح ومن الزوار ومن العاملين أيضا، كما حضر إلينا عدد من الزوار أو عدد من المواطنين من دوقية لوكسمبورغ الكبرى، يعني خذ لهم تقريبا أكثر من ساعتين ونصف القطار على أساس يوصل إلى بروكسل لإدلاء بصوته. وحضر أيضا لدينا عدد من المواطنين في مملكة هولندا تقريبا 3 ساعات بالقطار لما يوصل لبروكسل للإدلاء بصوته، والعديد من المواطنين في المناطق المجاورة لنا، وأيضا هناك العديد من المواطنين المبتعثين للدراسة والتدريب في البرلمان الأوروبي وأيضا في المؤسسات الأوروبية. لمسنا الحرص الكبير من المواطنين بالاتصالات الكثيرة قبل الانتخابات بيوم أو يومين، وأيضا التواصل معنا باستمرار لتأكد من وجودنا وتأكد من أن السفارة ممكن أن يصوتون فيها. وهناك حرص شديد من المواطن البحريني الأصيل أن يكون جزء من هذه العملية وهذا العقد الديمقراطي الكبير الذي تشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك البلاد من خلال مشروعه الإصلاحي. فنسبة المشاركة كبيرة والحضور كبير، والسفارة أيضا التزمت بكافة المعايير التي قدمتها اللجنة التنفيذية للانتخابات من فتح المقار والتأكد من خلو الصناديق وإدخال المعلومات في الصناديق المحرزة وأيضا في نظم الآلي وإعداد المحاضر اللازمة بمعايير تتسق وتتسم مع المعايير الموجودة في المملكة. فكان هناك حضور كبير ومشاركة متنوعة، وأنا أود أن أتقدم بالتهنئة للشعب البحريني الأصيل على هذا الحرص وهذا الإقبال الذي يشهد ويسجله التاريخ لنا جميعا بالالتفاف حول مشروعنا الإصلاح الكبير، وأيضا ترسيخ الممارسة في حقوقنا الديمقراطية والحقوق المدنية في الترشح والانتخاب ضمن عملية ديمقراطية شفافة يشهد بها القاضي قبل التالي. نعم سعادة السفير عبد الله بن فيصل الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، شكرا جزيلا لك.